طبعا نحن بالتعاون مع البرلمان الأوروبي نمنح جائزة الصحافة حريات التعبير وما يخدم دولة القانون في مؤسسة سمير قصير، لأننا نعتبر أن هناك تجاوزات من قبل السلطات الروحية والدينية والسياسية في العالم العربي. لذلك الأفلام الوثائقية هي مهمة، لأنه إذا لم تبث على بعض القنوات العربية أو القنوات المحلية، هي يمكن أن تبث في المهرجانات الدولية، في القنوات الدولية. تصور تصور تصور. إذن لدينا وثائق لكل هذه الشؤون وهذه القضايا، لذلك الوثائق هو مهم أيضا لحرية التعبير. أنا ما سمعتش هلبة مخرجات ليبيات تكون مديرتي، علاش؟ الرجال هم اللي قوامون على النساء ولا النساء قوامون على الرجال؟ المرأة أمي أختي زوجتي مديرتي.